مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن موضوع مهم جدا جدا، خاصة للي موجودين في كندا. تابعونا بعد الفاصل وححكي لكم عن الموضوع. بس قبل ما نحكي، في سؤال سألوني يا ناس كتير، ليش ما بيوصلهم تحديثات من القناة؟ القناة أو أنا بنزل كل يومين يوم بعد يوم فيديو جديد. فالناس اللي ما بيوصلهم التحديثات، السبب الوحيد انهم مش عاملين سبسكريبشن. اللي مش عامل سبسكرايب ومش حاطط ضغط على الجرس تبع التنبيهات ما بوصلوا كل جديد. فاعملوا هاي الشغلات، اعملوا لايك، بتدعموا قناتي وبتساعدوني اني استمر في المحتوى. حوالي 90% من اللي بيحضروا القناة للأسف مش عاملين سبسكرايب، بس هدول الناس مش عم بوصلهم كل اشي جديد. فاذا حاب يوصلك كل اشي جديد، اعمل سبسكرايب، اعمل ضغط على جرس التنبيهات، اعمل لايك وساعدني واعمل شير، ونراكم بعد الفاصل. الموضوع اللي بدنا نحكي فيه اليوم موضوع مهم جدا، وهو بعض الحقائق عن الجنسية الكندية. الجنسية الكندية زي ما كنا بنعرف هي ليست أوتوماتيك تعطى للشخص اللي حاصل على الإقامة الدائمة، لكن يجب أن تقدم لها في فورم أو أبليكيشن معين. أول شغلة مهمة، لا تكذب في هذا الأبليكيشن. من أحد أهم الشروط اللي كتير ناس بيحاولوا أنهم يكذبوا فيها أو يعطوا معلومات خاطئة، اللي هو عدد الأيام اللي عشتها في كندا. لازم أحد الشروط أنك تكون عايش 1095 يوم، يعني 3 سنوات بالضبط تكون عايش في كندا. مش شرط انهم يكونوا مستمرات وراء بعض، ممكن يكونوا متقطعات، لكن في اخر 4 سنوات، يعني لك انك سنة كاملة تقدر تطلع وترجع. كذب في الابليكيشن في سنة 2012 2000 سحبوا اكثر من 3000 جنسية، بسبب انهم وجدوا بعد ما اعطوا الجنسيات وجدوا انه هاي الناس كانت حاطة في الابليكيشن شغلات مغلوطة. فهذه الشغلة كتير كتير سنسيتيف، واي خطأ في اي ابليكيشن حكومي ممكن يؤدي الى وضعك على بلاك ليست معين، وهذا بتصير كل ما يسوي اي شغلة بيعملوا لك انفستيجيشن. فانتبه انتبه انتبه. الشغلة الثانية، معرفة اللغة الإنجليزية والفرنسية. أحد شروط امتحان الجنسية أن يكون عندك ليفل معين، 4 في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية. لازم، يعني اللغة مفتاح يا جماعة، اللغة مفتاح حياتك في كندا. فأول ما توصل على كندا، إذا أنت ما معك لغة كويسة أو زوجتك ما معها لغة كويسة، حتى لو أنها مش المين أبليكنت أو المقدم الأساسي، مدامها عايشة في كندا وتقدم على الجنسية، لازم تروح تدرس إنجليزي أو فرنسي. هذا مجاني، بتقدمه الحكومة، استفيدوا منه لأنه حياتكم بتكون أسهل كتير باللغة. الشغلة الثالثة، امتحان الجنسية، خذوا على محمل الجد. امتحان الجنسية مش صعب ولكنه مش سهل، في أسئلة كتير 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 مهمة ومعقدة، وما بتعرفها إذا ما قرأت الكتاب. كتاب الجنسية في تاريخ وفي عن التكنولوجيا وعن الثقافة وعن الاقتصاد وكتير شغلات، بس القسم التاريخ هذا أصعب إشي، لأنه في تواريخ، في أسماء، في أرقام، في أعداد لازم تسمعها، لازم تكون عارفها. إذا ما أخذت على محمل الجد وقرأت الكتاب صح وعملت ترينينج، لا سمح الله إذا جبت أقل من أو خطأت بأكثر من 4 أخطاء في امتحان الجنسية من 20، 4 من 5، يعني إذا جبت 5 أخطاء بترسب، وهاي مشكلة ممكن توقف عنك الجنسية الكندية. فلازم تأخذوا على محمل الجلد. أنا عملت عدة فيديوهات عن الجنسية الكندية وكيف تدرب حالك باللغة العربية، حط لكم الرابط في السبسكريبشن، روحوا ادرسوا من غاد وادرسوا الكتاب. أهم إشي رقم 4، خذ كل الأوراق معك على مقابلة الجنسية اللي بتثبت انك كنت في كندا. خذ كل اشي، اذا انت درست، اذا انت اشتغلت، اذا انت البيلز، الفواتير، الكريدت كارد، اي اشي يثبت وجودك على، خذ معك اوراق زيادة ولا يكون ناقص. مهم جدا انك تثبت للأوفيسرز انك كنت في كندا، زي ما حكينا هاي شغلة مهمة جدا بالنسبة لهم. النقطة 5، كن صبورا. الصبر في كندا مهم جدا، وفي الابليكيشن تبع
المينستري تبعت السيتيزنشيب اند ايميجريشن الصبر مهم جدا. للاسف احنا شوي عندنا تسرع هيك لحه باللحه على الموضوع، لكن في ابلكيشن للجنسيه لها اكثر من 24 شهر، حوالي 17% من عدد الابلكيشن لهم اكثر من 24 شهر. الحكومة حديثا وعدت انه يكون البروسيسنج تايم او وقت التقديم من 6 اشهر لسنة، من 6 اشهر لسنة من وقت التقديم او من وقت حصولك على الكونفرميشن لأخذك للجنسية. لكن في طلبات عم تتاخد اكثر لانه في عليها تشيك امني وفي تبصيم، فكن صبورا، كن صبورا، ما تستعجل. اذا لا سمح الله صار عندك مشكلة ممكن تراجع النائب في البرلمان تبع المنطقة تبعتك، تعطيه رقمك واسمك واسم رقم الابليكيشن، وهو باسمك بيقدر يتواصل مع السيتيزنشيب بحكي لك شو وضع الابليكيشن تبعك اذا عليه مشكلة ولا لا. هاي 5 شغلات مهمة جدا حبيت احكيها للمتقدمين على الجنسية، وان شاء الله تكونوا مبسوطين ونراكم في حلقة ثانية. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.